السلام عليكم ورحمة الله. الآن سيقوم الطالب صهيب بالوضوء. صهيب فتح الحنفية بشكل قليل، بدأ يلا بيحكي النية. شو بيحكي؟ بسم الله. بيغسل إيديه إلى الرسغ، هاي الرسغ يا ثاني، هاي منطقة الرسغ، بيغسلها 3 مرات. يلا اغسل يا صهيب، ممتاز. المضمضة، بحط المي بإيده اليمين، بتمضمض 3 مرات، 1 2 3. ثم الاستنشاق بإيده اليمين، بحط المي بمسح أنفه، يلا يا صهيب، وبطلعها بإيده اليسار، كمان مرة، مرتين، كمان مرة، 3 مرات. الآن بمسح وجهه 3 مرات. أيوة، صهيب بتوضى بإيده اليمين، 1 2 3. الآن بيغسل إيده، بيبدأ بإيده اليمين إلى المرفق، أي المرفق هون، كلها بيوصل إلها مي، كل المنطقة. ثم بنتقل إلى إيده اليسار، بيوصل إلها المي كامل. بعدين بمسح شعره مرة واحدة، أحسنت، بمسح أذنيه مرة واحدة. ثم بغسل رجله اليمين إلى الكعب 3 مرات، وبمشي إيده بين الأصابع، بعدين بعد الانتهاء من رجله اليمين، بغسل رجله اليسار إلى الكعب 3 مرات، بمشي إيده اليمين بين الأصابع. أحسنت يا صهيب. الآن شو بتحكي يا صهيب؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد رسول الله. بعد ما وضح إن الطالب صهيب خطوات الوضوء، بدنا نقرأها من على الكتاب. أول إشي النية، بسم الله. بعدين بغسل إيدي إلى الرسغين. وين الرسغ يا صهيب؟ فرجينا وينه. هيو، هاي منطقة الرسغ، 3 مرات. ثم المضمضة 3 مرات، الاستنشاق 3 مرات يعني بأنفي، بغسل وجهي 3 مرات، بغسل إيدي إلى الكعبين، إلى المرفقين 3 مرات، إلى المرفقين، هاي المرفق يا ثاني، هاي المرفق عند صهيب، بده يفرجينا صهيب المرفق. أيوه، بصير يا صهيب نوصل مي لهون، بصير لهون، لازم إلى المرفق كامل. بعدين إيده اليسار بغسلها إلى المرفقين، بعد ذلك 3 مرات، نعم. بعد ذلك بمسح راسه مرة واحدة، مسح الأذنين مرة واحدة، مسح الرأس مرة واحدة، مسح الأذنين مرة واحدة. بعدين غسل الرجلين إلى الكعبين 3 مرات، ببدأ برجله اليمين 3 مرات، ثم رجله اليسار 3 مرات. الآن عندنا أخطاء قام فيها سعيد أثناء عملية الوضوء. الصورة رقم 1، الخطأ الأول إنه ما وصل المي إلى المرفق كامل. صورة رقم 2، إنه ما وصل المي إلى الكعب كامل. صورة رقم 3، إنه ما وصل المي إلى الرسغين كامل. صورة رقم 4، ما وصل الماء لوجه. الآن نريد أن نرتب خطوات الوضوء بكتابنا، صفحة رقم 18. هيا بنا. أول إشي بسم الله، بعدين بغسل يدي إلى الرسغين 3 مرات، ثم المضمضة 3 مرات، بتمضمض. صورة المضمضة وين؟ هيا، المضمضة 3 مرات. ثم الاستنشاق، بمسح أنفي، رقم 4. ثم مسح الوجه، رقم 5. بعد ذلك أقوم
غسل المرفقين رقم 6، ببدأ بمرفق اليمين ثم مرفق اليسار، بعد ذلك أقوم بمسح رأسي مرة واحدة من الأمام ومن الخلف رقم 7، مسح الأذنين مرة واحدة رقم 8، ثم غسل الرجلين إلى الكعبين رقم 9. أبدأ برجل اليمين ثم رجل اليسار. هاي ترتيب أعمال الوضوء، بتمنى أن يكون واضح، يعطيكم ألف عافية.